يستمر التواصل والانطلاقات تتوالى والأشواط في استمرارية جميلة وسلسة كذلك. شكرا للجنة ميدان الطي ونادي دبي لسباقات الهجن في هذه الانطلاقات والتحديات الجميلة. رابع الأشواط خاص بالجعدان الفطامين انطلق قبل قليل، ننطلق مع المراكز الأولى، نشاهد هذا الانطلاق وهذا هو يتقدم، هذا مغادر مسلم بن علي بن سعيد السعديات في المركز الأول ويندفع بالمقدمة، بينما المركز الثاني يا سلام، شوف هناك الانطلاق والاندفاع في هذه الانطلاقات والتحديات. هذا مياس مطر بن سعيد بن عبيد الحميري ياتي في المركز الثاني والمركز الثالث، هذا شاهين، عبد الله بن مطر بن محمد بن رفيع الفلاسي ياتي في المركز الثالث. الثلاث المراكز الأولى المتقدمة في هذا الشوط في رابع الأشواط مع هذه الانطلاقات والتحديات الجميلة. نعود إلى المركز الأول، نعود إلى مغادر مسلم بن علي بن سعيد الساعدي على المقدمة، ينفرد على المقدمة، يأتي بهذا الاندفاع وهذا الانطلاق الجميل، يروح بالمقدمة بعد بينه وبين بقية المراكز ما شاء الله. روح يا السعدي، روح الله معاك. بالمركز الأول ينفرد ما شاء الله، ينفرد مع هذه الانطلاقات مغادر مسلم بن علي بن سعيد السعدي على المركز الأول والمركز الثاني. هناك مسافة ولكن خلاص السعدي حسم الأمور بهذا الاندفاع وهذا الانطلاق. يستاهل مغادر مسلم بن علي بن سعيد السعدي يعلن الفوز في هذا الشوط، لحظات وصوله إلى خط النهاية بهذا الاندفاع. المركز الثاني ما شاء الله مسافة بينه وبين بقية المراكز بهذا الانطلاق. وصل في المركز الثاني، خلنا نشوفه، اللي هو شاهين المطر بن سعيد بن عبيد الحميري، والثالث لما تمكن من رؤية رقمه. التمس المعذرة من الجميع وأعود إلى التوقيت الزمني وأقول دقيقتين و13 ثانية. تهانينا يا السعدي ويستاهل الفوز والناموس.